بعرفك من ريحة العطر اللي بتحطيه. يمكن أكون مش شايفك بعيني، لكن شايفك بقلبي. تعالي تعالي يا رؤية، تعالي يا بنت خالتي ومراتي وأم عيالي وكل ما ليا. أنا ظلمتك كتير واستحملت كتير، اتجوزت عليكي واحدة تانية في نفس اليوم وفي نفس الساعة وفي نفس الفندق، كنت تقدري تفضحيني لكن ما عملتيش كده. لا واستجدعتي معايا واستغفلتيها طول الفترة اللي فاتت، مع انك كنت تقدري تفضحيني لكن برضو ما عملتيش كده. وهي يا حبيبتي هبلة مسكينة ما تعرفش حاجة. رؤية ما بتردش ليه يا روي؟ لحسن ما تكونيش رؤية. مين؟ مين؟ زوجتكم موكلتي بكر الرشيد. زوجتكم موكلتي؟ ده انا اديله، ده انا اديله عناية، ده حبيبي ده. مامي يلا سلمى، يلا نمشي من هنا بسرعة. سلمى استنى، انت فاهمها غلط. سلمى استنى، انت فاهمها غلط. سلمى انت فاهمها غلط. ابعد عني، مش هشوف وشك. ماشي ابعد عني. انت فاهمها غلط، اشرح لك. ايه يا بنتي؟ في ايه؟ استني، في ايه؟ بجد؟ اه والله. ايه متجوز رؤية عليا ومتجوزني في نفس اليوم بالظبط، والاثنين حامل منه، وانتوا كلكم عارفين ومحدش قال لي، كلكم ضحكوا عليا. انا عملت فيكم ايه؟ انا عملت فيكم ايه وحش؟ انا مش ده اللي حصل، ده غصب عني. غصب عني انت مجنون؟ متجوزني في نفس اليوم؟ اتجوزني يا ابني ليه؟ طلعني طلعني. الله اكبر، ده الفجر. الله اكبر. صوت الصوت ده انا عارفه، ده بابا حسام. ايوه ايوه انا بابا حسام. بابا حسام اللي ياما عايرته ببرد ورقدته. انا بابا حسام يا فندم. ايوه ايوه انا بابا حسام اللي كنت بتاخد الدواء من بقي تبني على الارض. انا بابا حسام اللي كنت بتقشر البيت في دماغي. بابا حسام حضرتك ايه ده بقى؟ عملت كده بابويا يا قاصر، عملت كده بابويا. الله طلعني. انا بابا مش هينفع اطلقها، انا بحب سلمى والله. طلعها يا جماعه، غصب عني. بقول لك طلعها، لازم تطلعها. خلاص انت طالع. انت كويس؟ يلا يا بابا، يلا يا بابا، يلا بابا مش قادر اقعد هنا. يلا يلا يا بابا. يلا حيوان بقى، انتوا كلكم عارفين ان ابنكم بيعمل كده ببنات الناس. احنا ايش ضمننا بنتكم هتعمل ايه في ابننا؟ ماما جيجي ملهاش ذنب. يلا يا علاء. جيجي ملهاش ذنب في حاجه، ما عملتش حاجه. يلا يا علاء قلت. يلا يا ماما. يلا مفيش كلام بعد كده. يلا يا علاء. وهي عرفت منين يا هبل ما انا كنت ساكت؟ انت تخرفي خالص، انت السبب في كل اللي حصل ده. ما تفتحيش بقك، زلتيني وطلعت عيني. انت السبب في اللي احنا واصلين له ده. انت عارفه احسن حاجه في اللي حصل ده ايه؟ اني هقولها لك بالفم المليان. رؤية انت طالع، واطلعي بره البيت ده. انت طالع. بص يا انت طالع، دي انا ممكن اعديها لك عادي، بس هتلاقي بره بيتي دي واطيه قوي 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 يا جلكي، لان مهما حصل بينا ما ينفعش ترمي بنت خالتك في الشارع. بس دلوقتي بقى انا اقدر اقول لك بكل اريحيه ان انت اللي هتطلع بره بيتي يا روح خالتي اللي هي امك. يعني ايه؟ يعني امك يا حبيبي بعد ما انت كتبت لها كل حاجه على ايد موظف الشهر العقاري، نقلت لي ملكية كل الحاجات دي على ايد نفس الموظف. يعني أنا دلوقتي اللي أقدر أقولك اطلع بره يالا. ماما 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 ماما، يعني ايه الكلام ده؟ ليه كده؟ ما أنا قلت هي مراتك اللي عايشة لك يا ابني. أنا ما عاشتش. اطلع بره يالا. سيد، من الواضح يا سيد إننا غير مرغوب فينا في البيت ده، لكن لينا رب اسمه الكريم.